كلية الصيدلة بالمنستير ونفرحوا مع الطلبة اللي يتم اختيار امتاحهم في مسابقة في كامبريدج ضمن أحسن الأعمال المقدمة عالمين بمشاركة 28 دولة مشاركة. علاش كيف شنو بالضبط هذا وأكثر باش يكون موضوعنا اليوم في زوم دو في زوم سانتي. زوم سانتي حاضر معنا خليل خليل طالب في سنة سادسة كلية الصيدلة بالمنستير. خليل أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم مبروك فيليسيتاسيون الانجاز اللي قمتوا به اليوم مجموعه من الطلبه من كليه الصيدله من المنستير. عيشك بارك فيك وهذا فخر لتونس والكليه نتاعنا والتوانسه الكل. سا كونسيست كوا شنو بالضبط المشاركه وكيفاش كانت؟ البرنامج هذا برنامج تنظمه جامعه كامبريدج في بريطانيا اسمه ريتش ساي. الهدف منه هو القيام بمعناها اكسبيريونس في الكليه ثم كتابه ارتيكل يعني مقال علمي، وبعد في المقال العلمي ذي يتم إسناد نقاط والفرق اللي تتحصل على أكثر من 4 على 5 يعني معدل تخو باج أون أرجون يعني ميدالية فضية، وإحنا تحصلنا على أكثر من 4 على 5 وتحصلنا على ميدالية فضية. كلهم يقرأوا كلهم طلبة في كلية الصيدلة بالمنستير هكا ولا؟ احنا فريقنا يتكون من 6 طلبة من الكلية من المنستير وزوز أستاذ مؤطرين، أستاذ كمال غديرة من كلية زادة من كلية الصيدلة، أستاذ أسماء أم الزين زادة من كلية الصيدلة. به ليكيب شكون فيها؟ خلينا نسميهم الكل. فيها أنت هكا ولا خليل؟ أنا فيها رانيا البحروني وأسماء وحادة وميمة العايب ومالك الهنالي إمام ورحمة الرياحي وميمة العايب. هذوما 6 طلبة وزوز أساتذة. تصور تلقاهم شوية أخرى على الباج أوفيسيال فيسبوك. والدراسة اللي قمتوا بها الإكسبيريونس اللي قمتوا بها هي دراسة مرض السكري في تونس. أي هي الدراسة تستهدف الهدف نتاعها دراسة مرض السكري في تونس والأجهزة قيس السكر اللي هما الجليكومتر، دراسة البريسيزيون دقة هذه الأجهزة والموثوقية لا سبيسيفيسيتي نتاع الأجهزة الأكثر استعمالا في تونس لقيس السكر والمتابعة السكر لدى المرضى السكري. دونك النتائج نتاع الدراسة هذه الكل هما اللي كتبتوها في ارتيكل وتقدمتوا بها للمشاركة في هال اليوم في هالدورة العالمية سيسا. اي بالضبط. فيليسيتاسيون الحقيقة فرحنا برشا بالإنجاز هذا. نعاودوا نذكروا فوزيت توز دي زيتيديون اون فارماسي هكا ولا؟ اي احنا 5 6 طلبة من الكلية الصيدلة. ان كرون برافو ان كرون ميرسي ليكم انتوما انو غي على الاخر فرحنا برشا بالخبر هذايا بمشاركة ب 28 دولة فانه الحقيقة اليوم كلية كامبريدج تكرم طلبة التوانسة اللي في الفاكولتي دو فارماسي اللي موجودين بالجمهورية التونسية. مكملين معكم حتى